أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا وما يفعلوا من خير ف
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.